السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كاع غايه، ان شاء الله تكونوا كاع مليح. جيتكم اليوم فيديو جديد ومونتاج جديد كالعاده. المهم البنات، اذا كتعجبكم القناه تاعي واذا كانوا يعجبكم المحتوى تاعي، معليش تخلوا لي اشتراك في القناه باش هكا يوصلكم كاع جديد تاعي ولي ريفيو اللي نديرهم كاع للمونتاجات. واذا عجبكم ثاني هذا الفيديو تقدروا ديروا لي جيم هكا باش نعرف الحاجه اللي تعجبكم. واذا ثاني عندكم اراء اخرين ولا ثاني خلوا لي كومونتير، ونفرح بزاف بالتعليقات تاعكم. والمهم البنات، جيتكم انا باجمل برودوي نبغي كاع من فينوس. فينوس ماركه شابه ومعروفه، والسعر تاعها يعني اسعار في متناول الجميع. دايره لنا بزاف برودوي شابين، راني هدرت على بعض لي برودوي تاعها. بصح هذا هو اللي نبغي، هكا في مشو شحال صغيره ترفدوها في الصاك. هذه بارفان، شوف شحال صغيره، شحال، شوفوا كي دايره والله. شوفوا تحسبوها بخوتوي تاع خارج لايبرك، خادمين فيها وكشي شباب. المهم البنات، هذه بارفان ريحتها بزاف شابه، لو كنتي عاد ما استعملتيهاش ولا تقدري تجربيها. المهم شابه بزاف البنات، ريحتها بزاف شابه، جايه شويه قاطعه. انا ما كمان بشرب واحد القاطعين، بصح هي بغيتها بزاف، راه عاد باقي اللي فيها راني عاد نستحفظ عليها، مانيش باغا نكملها. المهم البنات بزاف شابه، انا كنت دائما هكا نشوف الشكل تاعها هكا في الكوزميتيك كان يعجبني. بصح نهار اللي جربتها كانت كاينه هي وكانت كاينه الغوص. انا عاده دائما هكا نتجذب الصوالح اللي فيهم الغوص، بصح هذه المره ما على باليش كيفاش جات قدامي الفا غديتها. المهم البنات بزاف شابه، ريحتها تهبل سيرتو تاع هذا الوقت هكا مع الشتا ولا الاخر. المهم ريحتها شابه، والدوم في الحواله ماشي الدوم قاع الدوم قد النهار ولا، المهم الدوم غايه. وشباب بزاف، وتحسي هكا عطر نسائي وشباب. والله كل انا كون شميتها في خدوخه ما نحسبهاش هكا بلي برودوي هكا رخيص وكاع. المهم هذه دير 45 ألف، انا شريتها 40 ألف ولا 45 ألف مانيش عاقله، ومتوفره في كل بلاصه. لا كنتم مجربينها البنات، قولوا لي تجربتكم معها واذا تعجبكم واذا لا. ولا ما كنتوش مجربينها، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتخبروني ارائكم. هذه في الحقيقه كترفد، انا دائما نرفضها في ساكي كاع. ولا كنت دايره بارفان وخت اخرى ما بغيتش نرفضها معايا، نرفض هذه خاش صغيره وما تديش كاع البلاص، وهكا كيما كنت شايفه تديش كاع البلاص وما ريحتها شابه كي تروح لي الريحه الاخرى. نعاود بهذه. المهم البنات، كان هذا هو منتج اليوم، كان هذا هو فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش تخلوا لي اعجاب اذا عجبكم الفيديو، وكومونتير تخبروني فيها رايكم. ولا كنتو ثاني نتوما مجربينها وعجبتكم، على بالي اللي تعجبكم كيما انايا. ونقول لكم بسلامه في الفيديو الجاي ان شاء الله، مع المونتاج الجاي ان شاء الله. بسلامه.